السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أحكي لكم قصة بسيطة أعتقد حصلت لكتير مننا، بس أنا أعتقد إن فيها عبر كتيرة جدا ممكن نستفيد منها. مرة كنا مسافرين أنا وزوجتي وأولادي، ووصلنا بعد سفر طويل إلى مكة المكرمة، وقلت لها إحنا جعانين جدا عايزين ناكل. قالت لي أحسن حاجة نعملها تنزل تجيب لنا دجاجة فرخة من اللي بتتباع في محلات تحت، كانت فراخ بتبقى صحية وحية محطوطة في قفاص، وبس انت جيب لي الفرخة وتعالى بسرعة وانا احضر التتبيلة وهسخن الفرن، بحيث ان انت اول ما تجيبها يا دوبك نص ساعة تكون الفرخة في الشواية وتستوي على طول. انا نزلت، هي حضرت التتبيلة وفتحت الفرن، وانا نزلت لبتاع الدجاج اللي تحت مننا. بتاع الدجاج كان زمان يعني بيبيع دجاج حي، وانت تختار الدجاج اللي انت عايزه هو يجهزها لك. انا رحت لصاحب المحل وقلت له انا عايز دجاجه، صح في الراجل اللي هو بيشتغل معاه قال له بسرعه شوف الدكتور عايز ايه. الراجل قال لي تحت امرك يا بيه، تعال اختار الدجاجه اللي انت عايزها. قفص كبير محطوط فيه دجاج كتيره، اول ما قربنا من القفص الدجاج يعني بدا كده يتحرك، فقال لي يا بيه نقي اللي انت عايزه. قلت له اديني اللي هناك دي. فهو معاه سلكه طويله متنيه من الاخر، والسلكه دي زي الخطاف كده تقريبا زي الشماعة السلك بياخدوها ويتنوها كده من الآخر، وقال لي بس قول لي أي فرخة أنت عايزها، ومد السلكة كده قال لي دي، وأمسك واحدة كده. قلت له لا مش دي اللي جنب منها، قام سايبها وأمسك اللي جنب منها من رجلها. قال لي هي دي اللي أنت عايزها؟ قلت له أيوه هي دي اللي عايزها. قام جريرها من رجليها وقام مطلعها بره القفص وقافل الباب ومعلقها كده من رجليها لفوق، وقام واخدها بسرعة. وقلت له الله يخليك شد حيلك، ده أنا زوجتي قاعدة مستنياني. قال لي يا بيه في دقيقة واحدة تكون الفرخة معك. أخذ الدجاجة معلقها من رجليها وقام بسرعة مسك بإيد واحدة بالسكينة بسم الله، ومقطع رقبتها وعامل أم نازل كده عشان الفرخة لما تفرفر الدم ينزل منها من غير ما يرش على كل الناس اللي حواليها. وقام حطت الفرخة في القمع كده مقلوبة، ورأسها المذبوحة ظهرت من قاع القمع من تحت والدم بينزل منها، ورجلها قاعدة تفرفر فوق كده لغاية لما الدم بتاعها صفى مفيش 10 ثواني. قام واخدها هو محضر نفسه عبارة عن زي خط إنتاج جاهز كده بكل المراحل اللي بتمر بها تنظيف الفرخة. في أقل من دقيقة الفرخة كانت اتذبحت، اتشالت، اتحطت في حلة كبيرة فيها مية بتغلي، حطها 3-4 مرات علشان يبقى الريش سهل ان هو يتخلع منها. وبعدين المرحلة اللي بعد منها برميل كبير طالع منه قطع كاوتش غليظة كده، وهو بيلف بسرعة كبيرة بسرعة الطرد المركزي، رمى فيها الدجاجة المذبوحة، قعدت تتراطم يمين وشمال، مع التراطم اليمين والشمال وهي بتمر قطع الكاوتش دي شالت كل الريش اللي فيها، طلعت بعد نص دقيقة ما فيش عليها ولا ريشة. خدها الناحية التانية وقام بسرعة بمهارة عالية جدا، مهارة عالية، في ثواني قام فاتح بطنها مطلع كل الأحشاء، واللي عايز الكبدة والأوانس يا بيه. قلت له أيوه عايز الكبدة. طلع الكبدة ورمى كل الأحشاء التانية، وقام مقطع الرجل ومقطع الراس، وقام حاططها لي في كيس. في أقل من دقيقة الفرخة اللي كانت واقفة تجري مع زملائها وتاكل وتقول كاك كاك، هذه الفرخة مرت ببروسس يعني خطوات شنيعة جدا، تحولت فيها من مرحلة الذبح وهي مقلوبة لمرحلة التراطم ونتف الجلد لمرحلة فتح الأحشاء لمرحلة التقطيع. وأنا يا دوبك يعني رحت البيت لقيت زوجتي محضرة التتبيلة، حطت عليها التتبيلة وجابت السيخ اللي في الفرن الكبير ده اللي فيه شوك، قامت حطاها فيها ومعلقاها في وسط الفرن ومشغلة الموتور، والنار شغالة من فوق والنار شغالة من تحت وهي متبلة، وإحنا قاعدين منتظرين عشان ناكلها. تخيل هذه الفرخة اللي إحنا قاعدين ناكلها من دقايق كانت قاعدة مع بقية الدجاج زمايلها في القفص، ولم تكن أبدا تستطيع أنها تتخيل أن في سيستم نظام كامل موجود حواليها برة مجهز للتعامل معها بهذه الطريقة. وتخيلت أن يوم القيامة أرض المحشر هنا والجنة هنا، وعلشان الناس يعدوا من أرض المحشر إلى الجنة لازم يمروا على جسر، هذا الجسر تحت منه الصراط، والناس وهي بتعدي كلها وهي بتعدي على هذا الجسر اللي هو من أرض المحشر إلى الجنة الصراط، وإن منكم إلا واردها، كله هيعدي من فوق منها
كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين آمنوا. المؤمنين ينجوا يروحوا الناحية التانية، أما التانيين ففي هذا الصراط عليه كلاليب، والكلاليب يعني المخلب، والمخالب دي بتروح تصطاد الناس، هم ماشيين عليها زي الصنارة، زي ما كان واحد معاه صنارة وربح كده وقاعد يصطاد يقول جيب ده جيب ده، زي ما أنا قلت كده جيب الدجاجة دي سيب الدجاجة دي، أم جايب ده أم اللي جايبه، اللي جاب ده يعمل إيه؟ يترمى في النار، واللي في النار دي يعني إيه؟ شغل بروسس. واللي شغالين زي الراجل اللي في المحل، هو بيشتغل بسرعة وبجدية لأن مديره قاعد فوق راسه بيتابعه وحطت له مؤشرات كاس الأداء، شد حيلك واد اعمل اللي مطلوب منك واعمل الخدمة مظبوط. أيضا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ناس بينفذوا العمل بأعلى قمة، أعلى درجات المهارة والدقة في تعذيب الكفار، يأخذوهم ويعملوا كل البروستي، كل البروسس، كل العمليات اللي بتعملوها، خذوه فاعتلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كل هذه الأدوات، ولهم قطعت لهم ثياب من قطران ولهم مقامع من حديد، كل دي الأدوات التي تستخدم، واللي قائمين على هذا العمل ملائكة العذاب بيفعلوا هذا الكلام طاعة لله سبحانه وتعالى، كل ما أمرهم الله به يفعلوا. طب ممكن يفعلوا بالإضافة إلى كده حالك حاجات تانية؟ لا، وما يعملوش ويفعلون ما يؤمرون، ما يعملوش إلا اللي طلب منهم فقط. ولا يمكن إحنا نقول الدجاجة تقول له الله يخليك عليا بالراحة شوية، ده أنا دجاجة بنت ناس ومحترمة ومتربية، وأي استنى عليا إمهلني شوية، لا ينظرون لا ينظرون. تخيل الدجاجة وهي بتجاب من رجلها وكده وبتتجرجر تقول له اديني بس فرصة تانية، يعني أوصي أكلم ألحق أعمل حاجة، عندي أمنية أخيرة، مفيش مفيش، لا ينظرون، يعني لا يعطوا فرصة ولا مهلة لكي يعتذروا ولا يبررهم ولا تقول يمكن أنا اللي مش مقصودة، يمكن شوف راجع حسابك، مفيش، اسحب على طول خد اشتغل. والنار اللي مستنية في البيت مش بس نار من تحت، لهم من فوقهم ظلل من العذاب ومن النار ومن تحتهم ظلل ظلل، يعني لايرز، طبقات من النار شغالة اللي فوق شغالة اللي تحت، والشواية قاعدة بتلف بين الاثنين. فأنا لما تخيلت إذا كنا إحنا في الدنيا قادرين، الشغل الرجل اللي بيشتغل في المحل وزوجتي بالمهارة اللي عندهم إنهم يتعاملوا مع هذه الدجاجة بهذه السرعة ويعملوا هذا الشيء، أمال إحنا الكفار في جهنم والعياذ بالله، يعني كيف هيكون هذا العذاب؟ يجب إن إحنا نتخيل إزاي هيتم التعامل مع الكفار، هل إحنا نستطيع أن نتحمل هذا الشيء؟ فلذلك يجب أن ندعو دائما الله سبحانه وتعالى ونخاف. ربنا ما بيقولش الحاجات دي لنا في القرآن ويشرح لنا إلا علشان يخوفنا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، اللي يسمع دي مفروض يخاف، لكن بعد ما ربنا قال دي قال إيه؟ ذلك يخوف الله بعباده. طب ما الكلام أصلا يخوف، لكن ليه يقول ذلك يخوف الله بعباده؟ عشان اللي سمع وما خافش بقول له خلي بالك، أنا بقول لك عشان أخوفك، ذلك يخوف الله بعباده. طب نعمل ايه؟ يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، نتق الله ثم ننجي الذين امنوا، لكن اللي ما ينجى منها يسقط مكردس في النار. وتفسير كلمه مكردس اللي هو يتقلب راسه من فوق ورجله تحت زي ما الفرخه بالضبط دجاجه تم العمل فيها. فإحنا كيف يكون عندنا الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من هذا العذاب، وندعو الله سبحانه وتعالى دائما إن هو يعني لا نقع في هذا العذاب، ونكون من الذين ثم ننجي الذين اتقوا. فإحنا كل سعر النجاة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى هي التذكرة اللي بها الواحد ينجو من هذا العذاب، وبدون هذه التذكرة الذين خسروا أنفسهم، يعني هذه الدجاجة مش خسرة ريشة ولا خسرة بيضة ولا خسرة رجل، ده خسرة كلها كلها. أكبر خسارة في الدنيا مش إن الواحد يخسر بيت ولا أرض ولا سيارة، إنه يخسر نفسه، ذلك هو الخسران المبين. أنا آسف لأن يعني هذا الوصف وصف يعني يخوف، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشيء، يخوف عباده حتى نتقي الله في كل تعاملاتنا، كل ما نيجي نتعامل في كل أمر نتذكر هذه الآيات ونتذكر المرور على الصراط، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقوى وينجينا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله من النار. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.